نص ضعف ربع المية يبقى كام؟ ربع المية 25، فنص ال 25 12.5. قولي السؤال بقى تاني كده عشان اشوف. نص ضعف ربع المية. نص ضعف ربع المية، نص بقى ال 12.5 كام؟ ثانية بقى، 6 جنيه وربع. 6 وربع غلط. 50. ثانية بس، ما انت بتقول نص ضعف ربع المية، النص المية 50 وضعفها 100 ونصها وربع 25. نص ضعف ربع المية يبقى ربع المية، تبدأي من الربع من الآخر، ربع المية 25 ونصها 12.5 وضعفها بقى ضعف 12 25. ضعف المية 200، ماشي، ربعها 25، نص ضعف ربع المية، نص ضعف المية كام؟ 100، نص 100، ربعها 25. بصي يعني الإجابة 25، بس هي ما بتحسبش كده. إيه؟ هو أنا حسبتها بدماغي بسرعة. هي نص ضعف ربع المية، إحنا بنبدأ من ربع المية. إيه؟ ربع المية 25 وضعف المية 200. نص بقى، نص ال 25 ربعها 25. كده بنضعف النص ال 25. ايوه، ما انا حسبتها كده. حسبتيها على عكس من 200. طريقتي بقى. نص ضعف ربع، ما هو ربع المية 25، 25 يعني الضعف في 2 يبقى 50، يبقى نص ال 50 25. ما هو نص ضعف ربع المية. ايوه، هي الإجابة صح، ماشي، بس الخطوات مش صح. ليه؟ ربع المية 25، ضعف ال 25 50، نص الضعف بقى، نص الضعف 25، ضعف ال ما نص ضعف، نص ضعف ربع المية، نص ضعف ربع المية. تعالى ما تسألش حد. ايه؟ ما هو نص ضعف ربع المية، ايه 12.5؟ نص ربع ضعف المية، ماشي، ربع المية خمسة، ربع المية 25، تمام، النص يبقى كام؟ تمام، والضعف كام؟ هيبقى يبقى 50، تمام، وعندك نص ال 50 25، يبقى 25. هي 25 بس الخطوات لا مش كده. لا، ما هي بس هي 25 صح؟ ايه؟ نص ضعف ربع المية، نص ضعف ربع المية. لحظة بقى، خمسين، 25. حسبتها ازاي بقى؟ نص ضعف ربع، يعني نص ضعف ايه؟ استني كده لحظة. ما هو ضعف ربع المية يعني 50، والنص يبقى كده 25. اللي هو طب ربع المية اللي هو كام؟ ربع المية 25. نص ضعف المية بقى، نص ضعف المية 100. مش 100، نص ضعف المية، نص ضعف المية 100، ما هو ضعف المية 200، نص بقى يبقى 100. صح، يبقى نص ربع ضعف المية بقى. نص ربع ولا نص ضعف المية؟ نص ربع ضعف المية. ربع ضعف المية هو ربع، يبقى 25 برضه. نص ضعف ربع المية؟ ضعف ربع المية 50، نص ضعف ربع المية، ايوه ربع المية ضعفها 50، نص ال 50 25، ايوه 25. هي ماشي 25 صح، بس الخطوات اللي جوه غلط. ما مش الناتج صح؟ ما مش نص ضعف ربع المية 25، ايوه 25. نص ضعف ربع المية، استني بس، 100، ما هو ضعف المية 200 ونصها 100. ما انت بتقول نص ضعف ربع المية، ضعف المية 200، نص ال 200 100. انت بادئة من النص. طب نص المية كام؟ نص المية 50.
نص ال 50 بقى 25 نص ال 25 12 ونص. ما انت حلو اهو. ماشي انا احفظ كده. ما تقوليلي بقى مجموعة مرة واحدة. اقول لك لا طبعا. طب ال 12 ونص ضعفها كام؟ يعني نص ال 12 ونص 6 7 جنيه الا ربع. انا ما قلتش النص، انا بقول الضعف. الضعف اللي هي 12 ونص زائد 12 ونص يبقى كام؟ يبقى 25. صح، هي دي الإجابة. هي دي؟ الله حلو، انفع صح؟ نص ضعف وربع المية يبقى كام؟ 25. ازاي بقى؟ زين مش ربع المية؟ طيب 25. نص ضعفها بقى؟ نص وغاز اقسم بالله وردت ومشيت. نص ربعها 7.5. نص ضعف ربع المية. ربع المية مش عارف، مش هضحك عليك. لا حضرتك كنت ماشي صح. ما هو المفروض الربع 25. ماشي، وربع الربع ال 25 ولا نص ال 25؟ نص ال 25. 12 ونص. وضعف ال 12 ونص؟ 12 ونص 6 وربع. هي 6 وربع. ضعفوهم 6 وربع؟ لا ضعفوهم يعني قدهم مرتين مره 25. ضعفوهم ازاي يعني؟ ضعف 12 ونص 4 25 يبقى نص ضعف الربع. يبقى نص ضعف ربع المية يبقى كام؟ 25. صح كده؟